المعني بالأمر حاضر معايا على المباشر سعيد ميموني على المباشر من قطر. أهلا بك سعيد ومرحبا بك في استوديو The Weekend Show. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وش راك سعيد؟ لاباس بخير؟ ياسين شكرا على الاستضافة. والله بخير الحمد لله. الحمد لله. وسمعت الزملاء وش كانوا يتكلموا سعيد؟ لا سمعت واعتقد الزملاء اللي في الاستديو كلهم من مخطئين الشيء اللي عملته وش مطالح لهم. ما سمعتكش. يعني ما شغل يعني قلت لك الناس اللي في الاستديو عندك شغل من المنتقدين بالشيء اللي فعلته يعتبرونه شيء هامشي بالنسبة لهم، لكن راح اوضح لك اليوم على قناتك حبيبي ياسين باش تعرف كل التفاصيل اللي ممكن الناس ما عارفينهاش، فقط يتكلمون من خلف الشاشات من دون اي ادله. تفضل. اول شيء اللي قال اني انا تحدث على اللي قال بلي انا تحدثت مع ايدو سانوال فيما يخص هذا الامر على فقط قساما ومباراه كاميرون وسبيت قساما، ولا هذا خبر ليس صحيح. ممكن انا نعيدها ونكرر، تكلمت في قناه العربيه وتكلمت في العديد من القنوات كي اللي يقول كذا فقط يحب ان الظهور التلفزيوني، هذا ليس فقط للظهور التلفزيوني بل لتبرير موقفي، وثاني شيء اللي اخذ حقي من هذا الشيء الذي حدث معي، لانه صراحه باش الواحد يتعرض لضرب العنف من صامويل ايتو ومش اي شخصيه، يعني اي شخصيه معروفه وتعرف هذا صامويل ايتو كل سعيد. الناس كانت تتابعه ممكن سعيد ما هو الشيء اللي استفز ايتو باش خلاه تكون عنده ردة فعل هذيك؟ اوكي يا سيج، شوف انا اول شيء الناس اللي يقول لك باللي هو كان مخطط باش يتقابل مع ايتو صاموال ولا كان مخطط ايتو صاموال، ايتو صاموال كيما شفتوا كان بالزي المدني وليس بالزي الرسمي، ما دخل مباراه شاهد مباراه اللي هي برازيل كوريا الجنوبيه مش بصفته رئيس الاتحاديه الكاميرونيه او ممثل في فيفا، هو دخل كمشاهد في مباراه شخص عادي طلع من المكان اللي هو بوابه رقم 21 من ضيافه، انا طالع صور كعاتي كاي يوتيوبر مسك كاميرا ويتكلم. طيب وش تكلمت يعني سعيد؟ وش قلت له؟ راح نتكلم في هذا الموضوع بالضبط. انا اول ما شفت الناس تتكلم معاه انا اصلا في الفيديو اللي صور فيه تفاجأت، قاعد نقول ايتو صامويل موجود، يعني ايتو صامويل يخوت ايتو صامويل راح نغير اللي خلي راح نتكلم معاه، انت عارف ايتو صامويل ما راحش تكون فرصه لي انا الوحيد باش نتكلم معاه. سامعني صح؟ سمعك سعيد، خلوني نتكلم معاه والله ما خلوني نتكلم مع سعيد. سعيد من فضلك ايتو يعني ما قلت له ولا شيء وجا ضربك وحده سعيد؟ اسمع لا 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 ما كتبوش كيفاش ضربني وحده انسان يضربك وحده بالسبب الرئيسي سعيد، عطينا السبب الرئيسي بالضبط. شوف انا نحب نحكي بتفاصيل باش الناس تفهم، المشاهد يفهم انه المشاهد عندنا في بعض للاسف شديد عندنا سعيد على هذيك قلت لي اعطيني السبب الرئيسي. السبب الرئيسي انا مي شفت ايتو قلت لك معاه ناس بزاف وضحكت، انا كنت حكاني انا رحت لايتو صاموال قلت له صاموال قلت له بالانجليزيه ممكن هو ما يتكلمش باللغه الانجليزيه ونضحك، انا عادي مصور فيديو دائما نضحك، قلت له صاموال قلت له حاب نسالك على مباراه الجزائر والمنتخب الكاميروني وعلى قاسما ما تداول، لانه عارف لي بعد مباراه الجزائر ولا صحفي تقابل مع ايتو صاموال فيس تو فيس يعني وجها لوجه، قلت ممكن جات الفرصه انا كيوتيوبر نوثق هذا الحدث ونحطه على قناتي على صفحتي مش عارف انا حصل هذه الضجه الكبيره. العموم اول ما سالته كانت ناس تصور معاه بزاف، انا الحق صرت نمشي معاه وقلت له يعني حاب نسالك I have just question for you about the Algerian and I صرت نحكي معه على المباراه، رجع لي شفية هكذا ومن بعد راح. انا مين قلت له want to treat Valagiri وعندي موثقه قلت want to treat Valagiri وعدتها مرتين، هو رجع لي مسكني من شعري، انتم الفيديو اللي شفته مقصوصه مش كامل، مسكني من شعري قال لي you stupid قلت له you know why I'm stupid because I am talking about my country this is correct، يعني الشيء اللي راني نحكي فيه هذا شيء رسمي، يعني الشيء اللي نحكي فيه طالما انت مش عاجبك وانا شتك غبي انا مش غبي لاني نحكي على بلدي. هو رجع وضربني بعد ما سرى هذا الحادث. هل تواصلت معك السلطات الجزائرية سعيد؟ شوف السلطات الجزائرية تدخلت اليوم بالأخص اليوم، أنا الصراحة راسي نرقل نروح على فوق ونعترف بلي أنا عندي دولة وعندي بلد نقدر نستخر بها الحمد لله. اليوم أكلمني سعادة السفير في دولة قطر نشكرها الدكتور مصطفى نشكرها زجيز الشكر، استقبلني في مكتبه وإن شاء الله يوم أحد عندنا اجتماع معه والأمور إن شاء الله راح تكون تحت أيدي السلطات الجزائرية وراح يكون فيها خير في المستقبل. طيب سعيد سؤالي، هل صحيح تم منعك من حضور مباريات كأس العالم سعيد؟ أنا الصراحة للأسف أخي ياسين ما أعرفش من أعطى هذا الخبر، هو رغم ليس خبر رسمي، أنا لم تجيني اتصالات وحتى ما منعيش مباراة النهائي اللي أنا كنت إن شاء الله نخطط أني نحضرها،
وما منعوني لا من بطاقه هيا ولا يعني اموراتي الحمد لله كلها ماشيه وما كانش حد تكلم للسلطات القطريه. خبر متداول يعني لا اساس له من الصحه انه تم منعك من الحضور في المباريات مباريات خطر. لا لا اخي ياسين، لو كان خبر هذا رسمي كنت انا اول شخص يطلع ويتحدث ويكون ردت فعل على الفيفا، لانه مش شخص ضرب هو متحرر ياخذ كل حريته، وشخص مضروب يمنع من مشاهده مباريات كاس العالم. طيب سعيد بعد اعتذار ايطو، هل سعيد يقبل الاعتذار؟ اسكو تقبل الاعتذار ولا لا؟ اخي ياسين اعتذار ما جانيش، انا نعيدها وكرر، اعتذار ما جانيش كشخصيا، الاعتذار اللي جاء جاك الاتحاديه الجزائريه، وحسب الاخبار اللي حتى يتداولت قالت الاعتذار كان ما ايطو صاموال ضغط عليه الفيفا باش يعتذر هذا الاعتذار، وانا ارفض هذا الشيء. الاعتذار ولكن ايطو شخصيا نشوفه على مش المباشر انه شر عبر حسابه على التويتر دار منشور واعتذر يعني شفت الاعتذار للجزائريين والاتحاديه، شفت الجزائريين والاتحاديه الجزائريه يا ياسين، مش لي انا شخصيا، ما طلبش اسمي، ما كتبش اسمي، ما كلمنيش، طالما هو موجود في قطر رقمي موجود عند السلطات القطريه يقدر يكلمني، انا مقيم في قطر، الناس تفتكرني انا زائر. طيب انا مقيم في قطر. اخر المستجدات سعيد، اخر المستجدات ان شاء الله يوم الاحد بحول الله مع السلطات الجزائريه، وان شاء الله راح نشوف اخر تطورات القضيه تحت ايادي السلطات القطريه ان شاء الله، وهما واقفين معايا ويقول لك راح يكون فيها خير، وحنا متابعين القضيه حتى نهايه اخر شيء. هل السلطات القطريه استدعت ايطو للتحقيق سعيد؟ حقيقه انا والله العظيم قلت لك انا اخبار هذه فقط تداول على السوشيال ميديا، انا ما نقدرش نعطيك خبر مزيف، نعطيك خبر رسمي. طيب. اخي ياسين جميل، يعني ما عندكش خبر؟ والله خبر ما عنديش، حتى السلطات القطريه ما استدعتنيش، انا اللي رحت عملت عند الطبيب، عملت امراتي اللي هي امور قانونيه، وان شاء الله يوم الاحد راح نروح السفاره نزيد نكمل اجراءات القانونيه ونشوف شنو راح يصير في اخر الوقت. لكن تاكد على يعني تعامل السلطات القطريه بكل احترافيه معك سعيد في هذه القضيه. ما شاء الله، انا اول ما رحت راحوا معايا السلطه القطريه، جاني ضابط وقف معي. جميل، كاخر سؤال لي، الخسائر الماديه او اي في خسائر جسديه او ماديه حتى شحال يعني الخسائر الماديه؟ عفوا مش الجسد، الخسائر الماديه يا الماديه تعوض يا اخي ياسين. طيب. انا والله العظيم لو كنت نعرف ان الناس توصل هذا الفيديو العالميه والناس تضحك عليك يقول لك انت ما عملتش ردت فعل، انت ضعيف شخصيه وانت ما ضربتش على نفسك، هذو ناس اعتقدوا للاسف شديد اقول ليس لهم عقل، كيف نضرب شخص ما عنده سمعه وعنده يعني ناس اهانتني بزاف، حتى في صحف حتى جزائريه اللي عندهم ما شاء الله مشتبعين كثير يقصفك يقول لك انت بهلواني عملت هذا لأجل الشهرة حتى سعيد رقاصين ومشهورين. شكرا لك سعيد، من لك كل التوفيق، كنت معنا على المباشر من قطر، شكرا لك على كل التوضيحات، وبالتوفيق سعيد وبارك الله فيك. شكرا سعيد. النهار منصتكم الإشهارية، اختر منصتك لإعلان إشهارك، أول موقع إخباري في الجزائر، تويتر، إنستغرام، فيسبوك، يوتيوب. للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا.